تو ندردش نسولف شوي ونقطع الخط. وش اصعب فتره مرت عليك يا ابو حشر ويا مخلد؟ فكروا وبنرجع نصور. انا قبل شهرين بالضبط كنت مريض، اصبت بعين. ايه الحمد لله اللي خرج. الحمد لله والشكر لله. اخذت قدامها قرابه الشهرين وانا مريض، ما ادري اني مريض، يعني عندي لخبطه، ما انام، ما ابغى البيت، ما ابغى عيالي، ما ابغى نياقي، ما ابغى سيارتي، ما ابغى اطلع مشغل سيارتي، بروح الجدة ادور من عند الاشاره وارجع، اول اشاره في الحويه وارجع، اقول لا بروح النياق، اطلع على الكبري حق الدهاس بروح النياق ادور وارجع. توتر وقلق، ما عاد ادري وين اروح. توتر الاعدادات عندي يا رجال، ما عاد نوم، ما نام، واقول لك اصل مرحله خوف، اصحى من نومي خايف، ما عندي احد. تخاف من وش يا اخوي؟ مرض، اعوذ بالله. العافيه طيب، احمد ربك على العافيه. الحمد لله، والله يا العافيه ملاذت اني ادورها دوره. طيب وش صار عليك؟ المصيبه وين جات؟ الفتره هذه انا ماني مستوعب اني مريض، كل شيء يخطر في بالي الا اني مريض. يعني اقول مع ارهاق السنام، مع الضغط، مع الشغل، مع الروحه والجيه، مع قلقي على العيالي على بيتي، يمكن اني بس ارق اثرني عطبان ورايحين في يده وانا ما ادري. ويستدرجني الحيوان مات مخلد. طيب قال بروح انا وياك للنياق. انا يجيني تقفيلات يا ولد، لا ارسل ولا استقبل ولا ابغى احد ولا ابغى احد يرجع. وين يبغى يوديك؟ قال اركب له بنروح للنياق. وداني الحرمه معالجه طبيب الشعب. ايه ما يبغى يعلمك لان ما علمني الا ركبت، لان المريض ما يداني انك تعلم ان العلاج هناك. والله لو قال لي ما رد عليه. والله لو قال لي اني ما خوي ولا اركب واني لا صريح ولا اروح. تكلم علي وانا صابر. والله يقول لي كلام يا ولد. انا ما ادري يوم قطع الخزانه انا مريض. ها يا ولد كذا يفصل علي من غش. يوم وصلنا طال عمرك عند المعالج الشعبي. وقالت لي العلوم اللي قالتها لي اللي ما تنقال الشق والبعج. مليان يا ولد، جاني حاله ذهول كذا، اطالع في نفسي، استرجع، معقول اني صبرت الفتره هذه وانا ما ادري اني مريض؟ كيف ما ادري عن نفسي اني مريض؟ عطتك ملحموسه؟ عطتني ملحموسه. لا ويطلع من عندي ما صب علي، كان يصب على ظهري بنزين. نار تولع يا غازي. يطلع من عندي طبعا المعالجه ما تعلمك وش فيك، بالذات انا المريض ما تعلمه وش فيه. يوم قام انا بتطمن، قلت وش فيه يا خاله؟ ان شاء الله نمور تمام. علمتني عاد بوضعك، قالت هذا العلاج خلي استخدمه، واذا فك العلاج يوم واحد ترى ما يستفيد. ومنعتمد من الحاشي والبيبسي. الحاشي والبيبس والحموضيات، يعني الليمون والفلافل وهذه. طيب قال طيب. يوم رحت ركبت السياره، لا جالس في السياره يحتريني، قال علامي. قلت ما بك شيء. وش قالت لك الحرمه؟ اي قال وش قالت لي؟ قلت قالت خليه يستخدم العلاج هذا. طبعا طبعا يا جماعه، المعالجه اذا علمت الشخص المرافق مع المريض تقول لا تعلم المريض، لانك ان علمت المريض تراه ما طاب. اسم ويا شبري. قلت اقدر تاكل العلاج هذا؟ قال ايه اقدر اكل العلاج. قلت اكل العلاج والله يبي يشافيك وانت طيب ما فيك شيء، عافيك بصحه وعافيه. والله يا عانيت يا ولد. يعاين فيني كذا؟ ما انا ما عشان ما يفك العلاج ما مالي اقرب قريب غير زوجتي. انا ادق على زوجتي قلت اسمعي الرجال خليه ياكل العلاج لاني خلص. قالت زيني زي ما تشوف عن ظهره هذا كبره ما بغرع عنده. يا ولد اني اللي جاني الليل اعوذ بالله اني ادور النساء ملقى. خصبني الحرم الله يجزاه خير، والله لو وقفت معي وقفت تحملتني بالوجع هذا. الله يخليها لك. اي والله ما قصرت، تحملتني تحمل يا ولد، وانا نوب اقمس من السرير في الليل الاسود. عاد يوم مشينا اللي هي تنادي اول قالت 31 يوم، يوم مشى وي وي وقف. هذه من المعالجه؟ المعالجه قالت 61 يوم. الرجال هذا عطى العلاج 61 يوم. شهرين؟ لا عطتك شهر، شهرين حمدك شهرين. اعرف ان العله قويه. 61 يوم وانا اخذ العلاج. ها؟ بقطني الحرمه بالعلاج، نوم باكله ونوم يالله يالله بالقوه واللي ترويش ومعها قرايه قران ومعها. يوم كملت قبل 61 يوم باسبوع. باسبوع باسبوع حاجه. طلقه عقال. يا ولد تعرف المطيه يوم تفكتها زي كذا من العقال ثم تقوم. فكت عقال. سبحان الله. ويوم اني حسيت بالعافيه تعافيت. الحمد لله. واطلع من المنطقه كلها والديره اللي انا فيها، قلت بريح نفسي فتره نقاهه ثلاث حالك ولا لا انا وابو غازي. طيب
ونست العافية هي مسلسة الدير اللي أنا فيها مغنيني طال عمرك الأبيات أقول البارحة فالشام وعاين الغرب أونس على تبذي ملايل وحرقة صحيت من غيبوبة الضنك والكرب سبت سهم عين الحسود أبو درقة بس بابها تاع عن خطايا عن الدرب شرقت من كاس العطب وي شرقة ذكرت حالة سالم الزير فالحرب ضيع دروب الحرب غربة وشرقة ولادمي فالأرض ما يترك الضرب واللاذة النعمة عرف ويش فرقه يحط صاحية المطايا مع الجرب وشوف سيف البحر ضلعان عرقة ولا ينفع ماله من السرب للزرب الأزرقة تروح من الصدر زرقة أنا أصعب أيام مرت علي أيام الزواج برضي أبا الزواج ولا وعنق شيء والدنيا ما تساعد وبثبت رجولتي أصلا أنا بثبت أني رجال بالزواج وبوري بوي وبوري الجماعة ورط بشتري في السد مظلم مصاريف من هنا دولاب مطبخ من هنا أنا ما فاصل عقل غير دولاب المطبخ بأربع وعشرين ألف مفاصل المهم تزوجت تقول في عزاء شوف كان قالت لك على ربع في عزاء ليش فلوس ما في وحالة ما في وبدين وعمل عين وهذا أخذ نص اللي دوني للعرس ما مدوا مدان يتسلفن منهم وحاطين اثنين في واحد مده وسلف اسالك بالله اي لابزينها والله من خبر عرسك يا مخلد اسمح لي على العباره من اتعس الزواجات اللي حضرتها في حياتي يا ولد الناس كلها صارت في كربه بعدين في احد القاعه يوم الزواج السور طافي والحوش الخارجي كله طافي القاعه هي استراحه ما استراحه يا رجال يحطون فيها عزاء ويحطون فيها عرس استراحه حقت ماي مولود ما بحقت عرس اصلا كم استاجرتها؟ بألفين ريال رحلنا في البرد ما حد بجالس في الحوش وأنا ما عندي شيء أحوال تشوف الطريق عند الجماعة كلها تدري طبخ عشان من حق العرس؟ أنا بغى يجر لنا مشكلة نهار العرس العمال مستلمهم ووفى المطبخ ومهاوشهم السمبوسة يقول زودوا عدد ويوم قلنا زودوا العدد قالوا بفلوس تزود عدد السمبوسة يوم جيت له يفارسهم المطبخ بقميص السبعة قلت يا ولد ما عدنا بالهم سمبوسة خلهم يعشونا لو بدون شيء ما نبغى سمبوسة كم العانيات بعد العرس 9000 ريال الصافي 9000 ريال يا قلبي والدين 72 لحو يا احنا مدري وين احنا ليش ما وحقولنا وين ليش ما جبنا الشعار ليش ما سوينا شيلات عرسك تقول حزة من لا لا دوب على الشضيوف يخلي يجيب شعار وشيلات والشعار يجون وش يقولون فيس يمدحون راعي الحفل وش عندي يمدحون ورعي سربوت وبين العرس مو عند السالفه يمدحوني بكذا الحمد لله يمدحوني يقولون قطع عروس الريجين ما عندي سالفه انا اخذ حرمتي واروح على العرس طيب احنا ليش ما ساعدناه يا ابو حشر ذيك الايام ساعدته وش فلوس كل الناس مثلي احسن واحد يمكن كل الغانم كلهم ليش ما ساعده هو كان احسن واحد هو كذا الغانم ما تعشى ولا نجا احمد والله ما يقوم له القايمة والله العظيم ما في مليار فعدني يا ولد نفس طيب ابو غازي شهر العسل وين رحت انا اعلم شهر انا اذكر ما نسيت والله انا ما معي شيء اروح الجدة واروح مخذ كذا اسم تحسب ان عاد في جدة اروح مطاعم اروح المطاعم على قد حالي يعني. تسكيتة بس اسمنا من حاشين عنا العرب في شهر عسل ما تروحون اروح جدة واروح ثول اكل سمك ما اروح قريب ثول هذا ما تجنب عنه؟ اي رحت مكة اعتمرت كاني مدخل الاسلام بالمدينة قريب اقصر رحت بهالمدينة ما رحت ولا شيء الا على طاري شهر العسل ابو حشر وين قضيت شهر العسل؟ اخذ مترفع من فوقي ثلاث درجات انا اخذ فندق جدة انا ما طلعت من بيتنا انا علم المطعم شوايا في شارع الست راح الفندق عفيف اللي نمر ادق على نمر يروح يجيب وراح الفندق عفيفة الذهبية في العفيف انا وان داخل العفيف يجيك على اليمين ويكذب يقول انا رايح للشرقية الكبرى انا اصعب فترة مرت علي يمكن تذكرونها يا شباب فترة اللي وقتها تركت التدريس عشان ادخل برنامج مثل هذا البرنامج لم فزت بالمركز الاول ولا افتح بعدها سناب والله يوفق وقتها ما حد متقبل انك تترك تدرس وتستلم راتب وتروح تدخل برنامج ما تدري تفوز ولا ما تفوز عشان تفتح سناب
احد مصدق ان السناب بيجيب فلوس. فك الله احنا ترى انا ما قصرنا معك انا. احنا ما قصرنا. ايه ايه واضح واضح. شو نسوي؟ كنت طابقنا بواحد تم مالها مطار. وش في؟ تارك وظيفتك ورايح تقول ابى اصور ومدري وش. اصلا من اول احنا اللي يفتح الواتساب ويشغل مقطع بالغلط في العزيمه هذه يستبعدون من العزيمه اللي بعدها عيب. كل الرجال عانوا فيك. حد يتوقع ان الجوال بيجيب فلوس ويجيب مراجل. اي والله. صور. ما حد يقبلها. وعيب في مجالسنا انك تصور جوال وكذا وتطلع بلايك كيف انعكست الحين يمكن لو ما تصور بعضهم يزعل على ما بيمكن الا ويتجمعون عندك عشان التصوير. اقول لكم فتره كانت صعبه والله من اصعب الفترات اللي مرت علي لدرجه ان الثقه اللي داخلي اهتزت. الله يقلع مثل هذا كانوا يقولون اللي اكره الحين لا سمعته. عصفور في يدك ولا عشره على الشجره. تروح تترك وظيفتك وراتبك وتدور سناب وما سناب يمكن تنجح يمكن ما تنجح تالي ربي يوفقني واجيب المركز الاول وينفتح السناب ونتعرف على هالناس الطيبين وتزين الامور والرجال اللي كانوا ينتقدون السناب الحين مشاهير سناب ما شاء الله ندعي لك اي صح صح وشف وانتم تقولون ورعن ما عنده سالفه يترك وظيفتي ويروح يدور الشغل وانت حبت البركه في ذي بغالي بعدين وقتها انتم يا مخلد انتم بندر بالخصوص يعني كنتم تحطين تحطيم ما نفهم احنا مثل البهايم ما ندري ايش تسوي ما نعرف اعلام ولا انا يا صورت انا اول ليله صورتوني معكم ادور التلفزيون وشغل حسبني بطل ما ادري ما انت رايح ومن انا انجح احسب ان انا بنقاك في القناه اللي انت فيها نبغى نقصور معك لا حول ولا قوه ما ندري يا غازي بعدين نصك الطقطق كنا نبغى ناخذ صورته بطاقه الاحوال كذا وسكوت ما نهرج غترت يا اخويا في البيت واطلع ومره مغسله واكويا فيها وجهي ولا واذا صورتهم بعد ما جيت وصار عندي سناب لو صورتهم تقول ناقدين علي يعاينون اي والله ولا هم مصدقين اني اعلن ويجيني فلوس ما هم مصدقين والله العظيم ذبحت شاذبين وش تقول يا كذاب انك اني ما دريت بعينك ولا علم بعينك اسمع اني ما دريت ولا علمت ان فيه فلوس تتجي عشانك صورت اعلان ولا شيء اقول وش يعطونك مبالغ هذه على وجهي والله اللي صار ما نعرف هو وننقد علاك والعلم نقول هذا صح دافنيني زراعي ايه اللي طلع يصور وش يبغى اللي طلع جوالك قدام العوده وقدام الناس في المجلس مليون قدام فيه جراءة يقول ابى اصور شخصيات قويه انا ما اقدر انا الحين ما اقدر اقول موعدين ونوب بنعزم وسوينا عشاء وهذا واليوم انك ما جيت ولا غدا والربع عندي في الغان انا اتحسف ما دوب ازم نفسي اقول يا الربع اوه مساكم الله بالخير غازي ما جا ولا عندنا عشاء عشان التصوير هذا دوار جماعه التصوير طلعت العلوم كلها التصوير لا حول سبحان الله ولكن ما احنا بمصدقين والله اني نهار متطالبنا انا وياه اقول انت شفت الفلوس بعينك دخلت في حساب قال لا بس هو يقول اللي قلتك صدق كذابين على وش يعطونكم؟ وش؟ على وش يعطونكم فلوس اعلان؟ هذا فيها علوم ما ندري عنها محبة ناس ودنيا محبتكم سبحان الله يا قلبي انت